تحقيق صحفي يكشف عن صفقة سرية مع العراق لترحيل اللاجئين. وزير المالية يؤكد دعمه نهاما في الانتخابات المقبلة. توجيه تهمة القتل 4 أشخاص قاموا بتغطية شاب جزائري. مقاطعة النبس العليا تتصدر قوائم التصدير الوطنية. وأخيرا طائرات AMTC تنفذ 21,000 مهمة في العام الماضي. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم ثاني نشراتنا الإخبارية لعام 2024. كل عام وحضراتكم بخير. كشف تحقيق صحفي ألماني عن اتفاق سري مع العراق لتسريع ترحيل اللاجئين المرفوضين والمدانين. وأشار الاتفاق إلى استعداد العراق لاستقبال المرفوضين وحتى المجرمين وتبادل البيانات الأمنية، وشملت الاتفاقات النمسا والسويد. وقالت المفوضية الأوروبية أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات في العراق، وأن هناك تغير غير مسبوق في سياسة العودة وإعادة القبول في العراق في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي. وفي الوقت نفسه لم ينكر العراق الاتفاق. أعلن وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر استمراره في حزب الشعب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد برونر دعمه الكامل للمستشار نيهاما وعدم نية ترشحه لرئاسة الحزب، مشيرا إلى أهمية ولاء أعضاء الحزب لرئيسه، وعبر عن سعادته بدوره كوزير المالية وثقته في شعبية حزب الشعب ومركزه بين الأحزاب، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ بنود برنامج الحكومة الحالي في 2024، خاصة زيادة المعاشات. وجهت محكمة فيينا الجنائية اتهامات بالقتل لأربعة أشخاص من الجزائر في جريمة قتل عنيفة وقعت في محطة مترو ييجرشتراسة بفيينا أبريل العام الماضي. وكان قد اعتقل أحدهم مباشرة، فيما فر البقية إلى فرنسا ثم تم اعتقالهم وتسليمهم إلى النمسا. ويتهم الشبان بقتل جزائري بالسيف والسكاكين، وهم جميعهم جزءا من شبكة ترويج مخدرات، حيث أن الضحية كان جزءا من الشبكة وكان بينهم خلافات. ومن المتوقع أن تبلغ العقوبة من 10 إلى 20 عام. قد تم إعادة بناء الحادث وتقديم القضية للمحكمة الجنائية. احتفظت ولاية النمسا العليا بالصدارة كأكبر ولاية نمساوية في التصدير حسب الإحصاءات مدبوعة بولايتي النمسا السفلى وشتايرمارك. وتعزى ريادة المقاطعة لوجود شركات صناعية مثل فيست ألبين للحديد التي تصدر منتجاتها عالميا. وفي النصف الأول من عام 2023 بلغت حصتها 27.3% من إجمالي صادرات النمسا، تلتها النمسا السفلى ب 15.1%، ثم شتايرمارك ب 15.3 مليار يورو، وفيينا ب 14.9 مليار يورو. قامت خدمة الإنقاذ الجوي AMTC في النمسا بإنقاذ ما يصل ل 21,000 حالة في العام الماضي 2023 بمتوسط يومي يبلغ 57 حالة. وقالت الإدارة في بيان لها أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف مقارنة بالعام السابق يعتبر الرقم إنجازا كبيرا، وشكلت الحالات الطبية 47.4%، مع التأكيد على أهمية السرعة سرعة الأزمات الطائرة، فيما شكلت الحوادث المنزلية والرياضية 15.1% و11.9% على التوالي. وكان معظم مناطق العمليات في مقاطعات النمسا السفلى وشتايرمارك وتيرول.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.